تحل توا الصبيح مش تبدا تخدم هاي. كيفاش تبدا تعيط للعبيد؟ والله انا عايت عادي، مثلا البسي روبه صباح مخطوبه، البس شيميس البس روبه صباح مخطوبه، البس شيميس تمشي لباريس، البس سوريه تمشي بحذا ليله السعوديه تعمل فاكونس ولا حجه ولا اللي تحب، فهمتني؟ ولا تلبس ليك تقعد حياتك كلها هيك. اسمع اسمع، مخطوبه تجيبني معاها موس وجاتو غدوه راه هكا، وزيدي تعطيني كيفاش تبيع. والله نبيع كيك، نبيع معناتها نعيط، ريف المارشي ما نعيطش ما تدبرش نهارك، فهمتني؟ ويجي ويقول لك انت صاب فوضى، وبربي نشوف فين صاب فوضى. انا نعطي فيك رئيس المركز والمحكمه والشعب، حتى من رئيس يذول يسم الفريق، فهمتني؟ تقول لي انت صاب فوضى، خلي لعبه تخدم على روحها يا اخوي، بالله كلمه للحكومه ذي، بالذمه للحكومه ذي، خلي لعبه تخدم على روحها. مسكين تلقاه عنده ثلاثه صغار وياكل مكان نصبه ديك في الشارع، ومعناتها في بالك انت سهله التجاره، فيها برشا تكسير راس راهو، فيها برشا مواضيع، فيها برشا حاجات، فهمتني؟ باش تجي انت معناتها تفوق له رزق وتقول له ما تنصبش ويمشي يمشي، اعمل له مؤسسه، اعمل له شهريه باهيه، فهمتني؟ في تونس شنو يعملوا؟ في تونس خليه الشهري كيف ما هما، وغليه في المعيشه، وغليه في الباكيت، وغليه في الماكله، فهمتني؟ تو ربي منزل البركه وانتم تقصوها، راهو عيب عليكم يا حاكم يا شبيك معلم، راك مسؤول عن الرعيه الكل. عمر بن الخطاب معناتها رضي الله عنه كان يمشي يطل قبل ما ياكل هو، يطل على الديار الكل في الرعايه وبعد ياكل هو، فهمتني؟ تجيو انتم تقصوا عليهم حرام، خلي الشعب يخدم تجاره، خليها تخدم. راي تونس بلاد راي معناتها حاجه محلاها، فهمت كيفاش؟ ما كيما البلدان الاخرين، تو الجزائر عنده فازيت، المغرب عنده التوانسه عنده فازيت في كل بلاصه في تونس، فهمتني؟ فهمت. خليهم يخدموا، خليهم يدبروا راس. فما عبيد راي ما عنديش ما قراتش بالفرنسي وباللونجلي معناتها باش تخدم هكا الخدمه هذوك نتاع معناتها في اداره ولا كذا، يدبر في راسهم الشارع وربي يعلم بيه، وكليون يضغط عليه وحاكم وتجي تفك له سلعته. والله غاضوني انا المره الاخرى، جات كاميونه نتاع بلديه عبيت معاهم لي بوليس تونسيان، ذي عبيو معناتها السلاح نتاع، حرام عليهم، راجل رسمي له مليون معناتها يمشي يرجع كالقديمه اللي كان عمره 18 وقت اللي راض هو في ال 25 و 26 ولا يخدم، تحبوا يرجع معناتها للسرق والبركاجيات وللواحد، حرام عليكم والله. فما حاجه اخرى كي تبداو في نسمعها في الفريب، يا تيتا تي. شنو تيتا تي؟ ما عرفتهاش. يا مدام. يا مدام افرز على بعض بالاحمر بليه بالدوريات واللي تحب عليه انت. قلت لي مشهور في حي الخضره. يس. كيفاش مشهور؟ مشهور نبيعوا فريب، ما نعرفش انا نبيعوا الانسان مثلا التجاره، التجاره موسى عليها الرسول معناتها الانسان برشا، فهمت كيفاش؟ معناتها الانسان نبيع لهم، انا اللي يلبسوا فيه انسان نعرفهم مش لابسين، فهمت كيفاش؟ نعرفهم قداش تلبس، تبدا كل يوم تعدي حتى مش تشري نشريها، فهمتني؟ حتى ما عندناش. انا قداش نلبس؟ انت يا ستيل مانكا. انا ستيل مانكا، يا ربي يا ربي الحمد لله يا ربي. انت عادي معناتها عندك مثلا ريت مثلا التوانسه مثلا هوني في تونس قبل هو الفريب كيفاش؟ كان يدخل فيه بورقيبه اعانه لتونس. معناتها الشعب خاطر ما عندوش، توا موجود الفريب وغلوا فيه وما تحبش تلبس لعبات. ساعات تلقى قطعه نلبسها انا يشيخوا عليها تبدا بتيشه في الطاوله عندها 10 ايام ولا قداش ما زود، نلبسها انا تولي فيها العسل. تولي فيها العسل يحبوا يشريوها. فهمتي كيفاش؟ قداش الاسوام؟ والله الاسوام هما في متناول الجميع الاسوام، شنو نقول لك؟ فما مثلا روبا تلقاه ب 7000، تلقاه نيو لوك مثلا ستيب منار تلقاه ب 120، تلقاه في الفريب ب 5000، فهمتي؟ وماش ملبوسه وبتيكياتها. والله حاجه باهيه. كيفاش؟ معناتها علاش؟ خاطر هما في الاوروب غاديكا عندهم معامل يعملوا سولد كل يوم. السولد كيفاش مثلا؟ السولد مثلا كيف نقولوا يهبط القطع اللي ما تمشيش في السولد وكل شيء يهبطوا تولي فريب. فريب مش ملبوسه راهي. اي جديده. بالك البرودوي اللي حاطينهم هما في القطيع اللي جاينا من برا ضد الكوليرا، ضد الكوليرا وضد الكورونا، هذه وزاره الصحه معناتها عملتها، فهمتني؟ البرودوي بيدو اغلى من قطعه بيدها، فهمت كيفاش؟ معناتها التوانسه الكل تلبس هكا تشوف فيهم، انت التوانسه كانوا كي 70 سنه تالي و50 سنه تالي ما كانوش هكا، معناتها كانت ماليه وسفساري وربع عاديه، يغزر لهم تو لوي فيتون وغوتشي اسمعوا الشانيل وسبابت طالونات، فهمتني؟ روب وجيبات شيميزات عالم اخر معناتها.